الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم الأستاذ الدكتور زينة جبار غني الأسدي من جامعة بابل كلية التربية الأساسية. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن التعلم النشط. التعلم النشط طبعا بالمناسبة لدينا مجموعة من الأهداف إن شاء الله نحققها في نهاية كل محاضرة. نبدأ الآن بأهم النتاجات. يجب أن نتعرف على التعلم النشط والفرق بين التعلم النشط والتعلم التقليدي. بالنسبة إلى التعلم النشط، يجب أن يكون هناك مجموعة من التعريفات لهذا المفهوم. من هذه التعريفات الخاصة بالتعلم النشط هي والعملية التي من خلالها ينغمس المتعلمون بصورة فعالة في عملية التعلم أكثر من مجرد استيعاب المحاضرات بصورة سالبة، لأن التعلم النشط يتضمن الاستماع والقراءة والكتابة والمناقشة والاشتراك في حل المشكلات، التحليل والتركيب والتقويم. هذا بالنسبة إلى التعلم النشط. يمكن من خلال المحاضرة أن نتعرف على مجموعة من التعاريف الأخرى بالنسبة للتعلم النشط، وهي هو كل الإجراءات والأساليب التدريسية التي تركز على أن يكون للمتعلم دورا إيجابيا في تعلمه. وهنا سوف يكون الفرق بين التعلم النشط، الفرق الأساسي بين التعلم النشط والتعلم التقليدي، لأن بالتعلم التقليدي يجب أن يكون أو يكون الطالب هو دوره راح يكون سلبي وإنما يكون دوره تقليدي، لكن بالتعلم النشط سوف يكون التعلم بالنسبة للطالب سوف يكون تعلما إيجابيا، وتهدف أيضا إلى التفكير فيما يتعلمونه وتنمية المهارات المختلفة وتشجيعهم على استمرارية عملية التعلم. هنا مخطط يوضح لنا التعلم النشط من خلال يجب أن تكون لدينا طريقة إما للتدريس لإشراك مجموعة من المتعلمين فيما يتعلمونه، ثم هذا التعلم باعتبار أن الطالب هو محور العملية التعليمية، إذا سوف يكون هناك الطالب مجبر على عملية التفكير في أشياء تخص عملية التعلم في المحاضرة. وأيضا هنا هرم يوضح لنا نسبة الاحتفاظ للطالب بالمعلومات، نسبة 90 يعني تكون 90 يوما بالنسبة للمحاضرة والقراءة ومشاهدة الفيديو والعرض والنقاش الجمعي والممارسة والاستعمال الفوري في التعلم مع الآخرين. هذا بالنسبة إلى التعلم النشط. لأهمية التعلم بالنسبة للطالب سوف نتعرف على الفرق بين التعلم التقليدي والتعلم النشط. سوف نقارن، لكن هل وجه المقارنة محددة ببعض الفقرات، منها مثلا التعليمات. التعليمات بالتعلم التقليدي يكون من قبل المعلم فقط، لكن بالنسبة للتعلم النشط يشترك فيه المعلم مع مجموعة من المتعلمين. بالنسبة للأهداف، الأهداف سوف تكون غير معلنة بالنسبة للتعلم التقليدي، لكن بالنسبة للتعلم النشط سوف يكون معلنة ويشارك في وضعها وتحقيقها. بالنسبة للأسئلة، المعلم هو الذي يسأل فقط، لكن بالنسبة للتعلم النشط لا، سوف تكون هناك مشاركة بين المعلم وبين الطلاب أو بين طالب ومجموعة من الطلبة. بالتالي سوف تكون المخرجات هي تذكر وحفظ المعلومات فقط في التعلم التقليدي، لكن بالتعلم النشط سوف يكون هناك فهم، سوف يكون هناك حل المشكلات، سوف يكون هناك تفكير واستعمال كل مهارات التفكير العليا. بالنسبة لوجه المقارنة الأخير هو التقويم. التقويم المعلم يقوم بإصدار حكم بالنجاح أم بالفشل، لكن بالتعلم النشط لا، يساعد المعلم التلميذ على اكتشاف نواحي القوة ونواحي الضعف ثم يعالجها ويعود على التقييم الذاتي. هذا بالنسبة إلى الفرق بين التعلم التقليدي والتعلم النشط. أيضا هناك فقرة مهمة جدا يجب الاطلاع عليها، هي منحنى التعلم النشط بالنسبة للمعلم والطالب. أيضا هذا المخطط يوضح لنا أهمية أو نسبة مشاركة الطالب بين التعلم التقليدي والتعلم النشط. بالنسبة للطالب بالتعلم التقليدي سوف تكون مشاركة قليلة جدا، لكن بالنسبة للتعلم النشط سوف يكون هناك طالب لديه مشاركة فعالة
وسوف يأخذ حجم وحيز أكبر بالتعلم النشط أكثر من التعلم التقليدي. وأيضا يمكن بالتعلم التقليدي والتعلم الاعتيادي تغيير الأدوار، يعني الطالب بالتعلم النشط يكون لديه أدوار مختلفة، مرة يكون طالب مفكر، مرة يكون مناقش، مرة يكون مشارك وهكذا. لكن بالتعلم التقليدي لا، سوف يكون الطالب محور خاص وبسيط، يكون دوره بسيط ودوره نعتبره احنا السلبي بمشاركة القليلة بالنسبة للطالب في العملية التعليمية داخل المدرسة. اما بالنسبة لدور المعلم في التعلم النشط سوف يكون لديه ادوار عديدة، منها يكون الموجه والمرشد والميسر، وايضا يكون دوره يضع دستورا واساليب للتعلم مع المتعلمين داخل الصف. وايضا يستطيع المعلم يربط بين التدريس والبيئه التي يكون داخل نسميها يعني البيئه التعليميه، هي الصف التعليمي داخل المدرسه. وايضا يستطيع المعلم ان ينوع بالانشطه والاساليب التدريسيه والطرق التدريسيه التي يستخدمها. ايضا هذا المخطط البسيط هو يوضح لنا دور المعلم في التعلم النشط كمخطط توضيحي. شوف يعني سوف يكون هناك المرشد والمورد والمحفز والمساعد والميسر والموجه لكل العملية التعليمية. بالنسبة للطالب لا، يبحث عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة ويشترك مع زملائه في التعلم النشط، ويتمتع أيضا بالتعلم النشط الطالب بالموقف التعليمي الأنشطة الإيجابية والفاعلية ويبحث عن المعلومة بنفسه. وأيضا سوف يكون الطالب دوره يشارك في تقييم نفسه ويحدد مدى ما حققه من أهداف تعليمية. وأيضا يمارس التلاميذ أنشطة تعليمية متنوعة يشترك فيها التلميذ مع زملائه في حل بعض المشكلات التي قد تطرأ عليهم في الدرس. ايضا يكون له دور القدره على المناقشه واداره الحوار، ويبدا ايضا بطرح الاسئله وطرح الافكار لايجاد بعض الاراء الجديده والحديثه المتطوره. يكون ايضا التلميذ مشاركا في تخطيط وتنفيذ الدروس التعليميه. ايضا هذا المخطط سوف يوضح لنا دور الطالب في التعلم النشط كمخطط بسيط يوضح لنا. مرة يكون مشارك بفاعلية ومرة يكون حل المشكلات، وأيضا يكون دوره يصغي، يكتب، يتحدث، يتحمل المسؤولية مع الآخرين في المحاضرة، وأيضا يستطيع أن يشجع على التفكير والمناقشة حتى يصل إلى المعلومة لنفسه بالتعلم النشط. إذا هذه كل الفقرات التي تم ذكرها هي مجرد مقارنة بين دور الطالب في محور العملية التعليمية وبين المتعلم في العملية التعليمية بين التعلم النشط والتعلم التقليدي. أيضا يكون التعلم النشط له أهمية كبيرة في العملية التعليمية، السبب لأنه يساعد على إيجاد تفاعل إيجابي بين المتعلمين، يجعل من التعلم متعة وبهجة بالنسبة للطلب. أيضا ينمي الثقة بالنفس والقدرة على تعبير الرأي، ينمي العلاقة الاجتماعية بين الطلاب وبين المعلم. إذا من النتيجة نتوصل إلى هدف أساسي بأن التعلم التقليدي هو تعلم أفضل، التعلم النشط هو أفضل من التعلم التقليدي. لكن رغم من وجود الكثير من الإيجابيات سوف تكون لدينا الكثير من المعوقات في تطبيق التعلم النشط، منها الخوف من تجريب أي جديد، وأيضا قصر في زمن المحاضرة، زيادة في أعداد الطلبة داخل القاعة الدراسية، نقص في بعض الأدوات والأجهزة المستخدمة داخل القاعة الدراسية، أيضا الخوف من عدم مشاركة الطلبة داخل الصف، لأن هذا الخوف مرات يعني يكون عدم السيطرة داخل الصف، قلة المعلم أو خبرة المعلم بمهارات إدارة النقاش داخل القاعة الدراسية، وأيضا الخوف من نقد الآخرين، يعني الطالب يتخوف من المشاركة بسبب نقد الطلبة لهذا الطالب داخل الصف. سوف تكون للتعلم النشط الكثير من الاستراتيجيات، من هذه الاستراتيجيات هي استراتيجية لعب الأدوار،
لعب الأدوار هي استراتيجية حديثة ومتطورة سوف تكون تابعة إلى التعلم النشط، وهي عبارة عن أسلوب تدريبي يقوم فيه المتدربون بأداء وضع افتراضي أو حقيقي أمام الحضور، ويتم إعطاء المتدربين الخلفية الضرورية وبعض الأفكار حول كيفية تنظيم أدوارهم. ليس هناك حوارا أو نصا محددا، بل يتم توليد ذلك أثناء لعب الأدوار. بعد نهاية العرض يقوم المشاهدون والمشاركون معا بمناقشة الأمر لموضوع لعب الأدوار. بالنسبة للاستراتيجية الأولى بالنسبة للتعلم النشط، وأيضا هناك استراتيجيات أخرى حديثة ومتطورة منها استراتيجية تيك تاك توك. هذه الاستراتيجية أيضا حديثة، يقوم المعلم بوضع أسئلة متنوعة بين السهل إلى الصعب داخل الخانات كما موضح في المخطط الموجود أمامكم. هذه بالنسبة إلى الاستراتيجيات الحديثة والمتطورة للتعلم النشط. إذا من خلال المحاضرة يتوضح لنا بأن التعلم النشط هو تعلم أفضل من التعلم التقليدي باعتبار الطالب ويكون محور العملية التعليمية. وفي الختام إن شاء الله نتمنى من الجميع الفائدة من هذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ الدكتور زين الجبار من كلية التربية الأساسية، وشكرا جزيلا لكم.